فبالمناسبة يعني انتو اخاف اكو نمط من الناس هواية تصيح بالشارع ان الحسين قتلوه شيئته، والحسين اللي قتلوه هم اهل الكوفة واستدعوه وقتلوه. لا يا بترى مو هالشكل الحكي. اذا الصدق راد يجري القرآن باحكامه في الامة، انا وانت نستحمله؟ الله ما راح يعيد علينا قضية الحسين مرة ثانية، ونصير أهل الكوفة وندعو إمامنا ونقلب عليه، ونصير أهل الكوفة وندعو إمامنا ونقلب عليه. الحسين ما دبوه في البير، ذبحوه، قالوا له تعال ليس لنا إمام، لقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فأقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة. ثم جاءوا إلى هنا وحاصروه وقاتلوه. هذه واحدة من الجرائم الكبرى.